أجلي فرج مولانا صاحب العصر والزمان لقضاء الحوائج لشفاء المرضى لفكاك الأسرى. رحم الله من يرفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله بفنائك وأنا خائت برحلك طبت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. وهوينا ألوية الشريعة نقصا وتعطل التكبير والتهليل بأبي القتيل وغسله على قد ما وعليه من أرج السنة كافور ظمآنا يعتلج الغليل بصدره وتبل للخطي منه نحور وتحكمت ضيد السيوف بجسمه
ويح السيوف فحكمهن يجور وغدت تدوس الخيل منه أضالع في طيها سر النبي مستور في فتية قد أرخصوا لفدائه أرواح قدس سومهن خطير هم فتية شروا العلا بسيوفهم وهو القائل سلام الله عليه لم أرى أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيتهن أوصل من أهل بيتي هم فتية شروا العلا بسيوفهم ولها النفوس الغاليات مهور واستنشقوا نفع المثار كأنه ند المجامر فاح منه عبير فرحوا وقد نعيت نفوسهم له يوم فكأن لهم ناع النفوس بشير كسروا جفون سيوفهم وتقحموا شلون مولاي بالخيل حيث تراكم الجمهور رقدوا بأرجلهم إلى الشرك الردى وسعوا وكلهم سعيهم مشكور يلا الزوية حسين حسين يا حسين قل يا هلال يا مسلم يا زهير ويا حبيب والله صحبتي كلكم نزلتوها وخليتوني غريب قوموا شوفوا هاليتامى ذوبوني من النحيب حسين حسين يا حسين والله ظلت جثثهم تموج وتضطرب من نغوته شنو يقولوا لها شنو تجاوب الأجساد اليوم تقول له سامحنا يا ابو سكنا ترى احنا مجازرين بردوا قلب الحسين حسين حسين
يا حسين شوف هذا مقطع الثرى وهذا طعين، والله صايح معذورين يلي عالصعيد مقطعين، ورد يا ويلي للخيام وقصده يودع نزوته، قضى وحق عليهم دون الغياب، ولا خلى وخواتي حسين تنضب، بس ما تهوى وطفايا منهم الغام، وهوى مثل ما هو النجيم من خاير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت النبي أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا الله رحم الله من يرفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم، وتقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم إن شاء الله. هذه ليلة الجمعة، أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل الحسين من شفعائنا يوم القيامة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث القدسي المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في كتاب وسائل الشيعة أن الله عز وجل يخاطب نبيه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام قائلا: يا موسى كذب عبدي يدعي أنه يحبني، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل حبيب يختلي بحبيبه؟ صدق مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. ولعل ما يلفت النظر في هذا الحديث إخواني الشباب الأعزاء هو الارتباط الدائم ما بين الله عز وجل والعبد، والدعوة الدائمة بالرجوع إليه للوصول إلى أعلى مراتب الكمال من خلال العبادة لله عز وجل. وإن أقربكم عند الله أتقاكم، أي بالعبادة يصل الإنسان إلى أعلى مستويات الكمال. فكان أحب الأوقات إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلى الأنبياء والرسل هو الليل، فبيعتبروا أن الليل هو مرحلة من الوقت يلتقي فيه المحبوب بحبيبه، ويلتقي فيه المعشوق أو العاشق بمعشوقه اللي هو الله عز وجل. حتى علماءنا ومراجعنا اليوم، السيد عبد الأعلى السبزواري هذا المرجع العظيم كان إذا أتى الليل وطلع الفجر يقول: لقد جاء الصباح ولم نقضي من الحبيب وطرة. هناك مرحلة من الليل خاصة بأهل البيت وبالأنبياء والرسل يتفرغون فيها للعبادة للطاعة، يجلسون بينهم وبين معشوقهم الأزلي الأبدي الواحد القهار اللي هو الله عز وجل. فيسأل هنا سائل للنبي المعظم محمد صلوات الله عليه قائلا: يا رسول الله كيف أعلم أن الله يحبني؟
وهذا دائما هذا السؤال بيسألوه الكثير من الناس، أنه أنا كيف أعرف إذا الله بيحبني ولا لا؟ فيجاوب النبي صلوات الله وسلامه عليه قائلا: اسأل نفسك أتشتاق للصلاة أم لا؟ قال له اسأل نفسك، كل واحد بيعرف نفسه اليوم، تشتاق للصلاة؟ تشتاق لأن تجلس بين يدي الله عز وجل؟ ولا إنه والله هذا واجب من الواجبات وبدي أعملها ويلا منسلق الركعات على السريع ولأنه واجب وعشان خوف من النار؟ أم والله أنا بتوجه بالعبادة لله عز وجل بأنني مشتاق إليه وأريد أن أقف بين يديه وأريد أن أسجد بين يديه؟ تشتاق للقرآن إذا جلست تقرأ القرآن بينك وبين الله تتمعن بكلامه؟ تشتاق لقضاء حوائج الناس؟ تشتاق لعمل الخير؟ تشتاق لصلة الأرحام؟ تشتاق للبر؟ اسأل نفسك، الإنسان بيعرف نفسه، الإنسان طبيب نفسه. لذلك إن التواصل مع الله عز وجل يحتاج جهود بذل. كي تثبت هذا الحب بينك وبين الله يجب أن تبرهن حبك. هلأ الواحد إذا عنده حبيب اليوم في هذه الدنيا قديش بيكون بده يبقى ببين بأبهى حلة وأبهى منظر، بده يحيط بكل الجوانب ويعمل شو ما بيرضي الحبيب كرمال يكون هو بالصورة، بصورة الحبيب الحقيقي الأولي، بأنه هو صورة الإنسان المحب الفعلي. طيب تعالوا نطبق هذه الصورة مع الله عز وجل، تعالوا نطبق هذا الحب مع الله عز وجل، مع الالتفات إنه الحب مع الله عز وجل هو حب حقيقي وليس مزيف. الحب بين البشر مزيف، الحب بين البشر يحتاج دائما لتبادل، بعطيك بتعطيني، بقصر شوي بتبلش المشاكل، لكن مع الله لا. لئن شكرتم لأزيدنكم اذكروني أذكركم. مع الله عز وجل غير. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول في عبادته لله: أنا ما عبدتك خوفا من نارك، مش عم بذكرك بالعبادة خوفا من النار، ولا عبدتك طمعا في جنتك، بل عبدتك لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأني نظرت إليك فرأيتك أهلا للعبادة. أم إذا نظرنا في كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، شو بيقول الإمام في الدعاء؟ بيقول: من ذا الذي ذاق طعم حبك أو محبتك؟ شوف هذه الكلمات قديش حلوة، قديش جميلة، وقعتها على القلب قديش، كيف بيتعامل أهل البيت مع الله عز وجل. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منها بدلا؟ من هو اللي سكن الله عز وجل قلبه ورح لغيره؟ ومن ذا الذي آنس بقربك فابتغى عنك حوله؟ من هو اللي قعد معك واستأنس في الليالي وابتغى عنك آخرا؟ ثم يقول: اللهم إني أسألك، شوفوا دعاء الإمام، اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وإيمانا بك وتصديقا بكتابك. الله أكبر، تلك الكلمات، وفرقا منك وشوقا إليك. هذا الحب الحقيقي، هكذا يعلمنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى أهل المطلب، مطلب السير والسلوك والأخلاق، عندما يتعاملون مع الله عز وجل ما بيتعاملوا مع الله على أساس عذاب ونار وتهويل وتخويف، إنما يتعاملون مع الله عز وجل على أساس هو الحب والرحمة، فيرون أن بالموت هو لقاء المعشوق بعاشقه بالموت. لذلك شوف خطاباتهم عند الموت، عند الموت يقولون أبو ذر الغفاري لما أتى إليه ملك الموت شو قال له؟ قال له: يا ملك الموت اخنق خنقتك فقد طال اشتياقي. الله أكبر، تلك الكلمات.
هو جاي يقبض له روحه. لكن فلسفة الحب مع الله عز وجل أن الملتقى سيكون مع الموعود الأولي، أن الانتظار هذا في هذه الدنيا آن لأن ينتهي ولأن ينتقل الإنسان إلى السرور الأبدي مع حبيبه الله عز وجل. نبي الله إبراهيم في كتاب الآمالي للشيخ الصدوق، شوفوا هالرواية قديش حلوة، لما أراد الله عز وجل أن يقبض روح نبيه إبراهيم وهو الذي كان خليل الله، الخليل هو الصاحب، فعندما أتى ملك الموت لكي يقبض روح النبي قال له أناع أم داع؟ قال لا داع. فقال له إبراهيم هل رأيت يا ملك الموت خليلا يقبض روح خليله؟ شوف هذا السؤال الجميل، قال له شفت شي صاحب بحب صاحبه وبيقبض له روحه، حبيب يقبض روح حبيبه؟ فأوحى الله مباشرة إلى ملك الموت قائلا قل لإبراهيم وهل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ رحم الله من يرفع صوته مرة ثانية. لذلك فإن الحبيب يحب لقاء حبيبه. إيه والله، الإمام الصادق يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المعيار الأول ببلش من العبد، هذا هو ربكم إخوان، هذا هو رب السماوات والأرض، هذا إلهكم، ذلك تعاملوا معه بالحب. إلهي شوف هذا الكلام، لئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. الله أكبر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يرى أيضا أن العذاب من الله عز وجل هو تطهير من الله، والعذاب هو حب أيضا. لئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي إليك. ونقرأ في دعاء كميل لهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك. قديش مراهن على ذلك الحب، قديش مراهن على تلك الرحمة. هذا هو الله عز وجل إخوان، إيه والله هذا هو إلهكم، فلا تقطعوا هذا الوصال بينكم وبين الله، تعاملوا معه بالحب، علموا أولادكم على هذا الحب مع الله عز وجل. لذلك أمرين مهمين يجب أن يلتفت إليهما الإنسان في هذا الحب لكي يحافظ على هذا الحب، في أمرين مهمين لحتى الإنسان يفعل هذا الحب مع الله عز وجل، يجب أن يتبع هذين الأمرين ويحافظ عليهم. الأمر الأول هو ترك الذنب والوساوس والشكوك، لأنه نحن بنعرف أن الذنب كما ورد يهدم تلك المحبة ما بين العبد وربه، ونحن بنقرأ في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، هذا التواصل هذا الرجاء، هي في عنا ذنوب تقطع الرجاء، في عنا ذنوب تقطع التواصل مع الله عز وجل. فكر بمن تعصي، أنت مين عم تعصي؟ بين من تقف؟ بين يدي من؟ مثل هذا الشخص اللي بيجي عند الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول له سيدي أعطيني شرعية على ذنوبي، بيقول له بعطيك شرعية على ذنوبك بس إذا جاوبتني على 5 أسئلة، ما هي يا ابن رسول الله؟ قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزق الله، وإذا أردت أن تعصي فاخرج من أرض الله، وإذا أردت أن تعصي خذ مكان لا يراك الله، وإذا أردت أن تعصي وأتى الموت إليك فادفعه عنك، وإذا أردت أن تعصي وأتيت إلى القيامة لتقف بين يدي خالقك فلا تقف بين يديه. بدك تفكر مين عم تعصي، بين إيدين مين أنت واقف، شو يعني الله عز وجل؟
لذلك ما أذنب العبد إلا لقصور معرفته بالله. أنك بعدك ما بتعرف الله عز وجل مزبوط، ما عندك إحاطة كاملة في الله عز وجل. إذن ترك الذنب، الوساوس، الشكوك مع الله عز وجل، كن عندك حسن الظن وأحسن الظن بالله، فإن الله يقول أنا عند حسن الظن، أنا عند حسن ظن العبد بي، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. بدك هذه العلاقة تظل قائمة، أحسن الظن بالله. والأمر الثاني هو الإيثار والذكر، خلي الإنسان دائما يجري ذكر الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل على لسانه، يكون عنده إيثار مع الله عز وجل، يقدم مرضات الله عز وجل على نفسه، بين أهله وبين عياله وبين مجتمعه، بكل شيء يجب على الإنسان أن يقدم ذكر الله وأن يؤثر على نفسه في مرضات الله. عندك مشكلة مع فلان بس من ناحية أخرى فيها مرضات لله عز وجل، لا، بسعى إلى المرضات وأترك المشكلة الشخصية النفسية التي تتعلق بشخصي. هذا يعني الإيثار، أن أؤثر على مرضات الله وأؤثر على نفسي. والذكر، الذكر، اذكروني اذكروني أذكركم. شوف الشرط، تذكرني بذكرك، ادعوني أستجب لكم، وعود إلهية قد وضعها في القرآن الكريم. لذلك يروى يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام جالس عند الحلاق يقلم شوارب الإمام سلام الله عليه، فيبدو يصلح شوارب الإمام، شارب الإمام، والإمام عم يذكر الله عز وجل ما زال في التسبيح. قال له للإمام أما تهدأ؟ فالتفت إليه الإمام قائلا ويحك أتمنعني من ذكر ربي ليلا نهارا صبحا مساء؟ الإمام ذاكر لله عز وجل. لذلك هذه مقولة ساعة إليك وساعة لربك، هذه شلوها، هذه مش مزبوطة. بالذكر وبالشكر تدوم النعم، فمن يجري ذكر الله على لسانه ويبقى هذا الذكر، الله يجريه إلى القيامة في حسن خيره وإلى الجنة. صلى الله على محمد وآل محمد. وهذا ما نقرأه أيضا في دعاء كميل، فاجعل لساني بذكرك لهجا هنيئا لكم وقلبي بحبك متيما. شوف أعلى مستويات الحب أن يكون الإنسان متيم، عاشق. فنحن نطلب من الله عز وجل هذا العشق، اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك. لذلك الله عز وجل يخاطب موسى، يا موسى حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. فقال موسى يا رب وكيف بذلك؟ قال لهم اذكر لهم، ذكرهم بآلائي ونعمائي ليحبوني. ذكرهم الخيرات من وين عم تجي، هذا الرزق من وين، الصحة، الأولاد، المال، هيك عم تشتغلوا فيها انتو، هيك يعني انو انا بشتغل بالدنيا وبطلعها بقوتي وبإعانتي، هذه كلها من عند الله عز وجل. حتى على موضوع العبادة، اذا واحد بده يتعبد والله يرفع طرفه عنه ولا يعطيه القوة والحول، حتى على العبادة ما بيتوفق للعبادة. وهذا ما نقرأه في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من الله عز وجل للعبادة. صلى الله على محمد وآله. لذلك يقول الشاعر تلك الكلمات الجميلة أعجبتني ودونتها،
بيقول له أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. اللهم صل. لذلك إخوان الإيمان هو حب، الدين هو الحب، ومن هذه المحبة فلنحب بعضنا البعض، وخصوصا في ليلة الأصحاب اليوم، اللي عنده مشكلة مع أصحابه يصلحها، اللي عنده مشكلة مع أهل بيته يصلحها اليوم قبل بكرة، اللي عنده مشكلة مع أرحامه يصلحها. ما تتركوا هذه العلق متقطعة متفصلة منفصلة، صلحوها. الدين هو حب، اللي بيقول لي غير هيك لا، الإيمان هو الحب. نحن ليش انجذبنا للإمام الحسين؟ قلوا لي لشوف ليش انجذبنا، مش لأنه مجذوب لله عز وجل، لأنه أعطى لله كل شيء فأعطاه الله كل شيء، رفع اسمه وقدره وعظمه ورفع مجالسه، مش هيك؟ لماذا نقرأ في ليلة الأصحاب واحد بينزع درعه عابس وينزل إلى الميدان بيقول له عمر بن سعد شو جننت؟ أجننت يا عابس؟ بيقول له حب الحسين أجنني. لماذا نقرأ هذا الذي يقول لو قطعت ونشرت ونثرت في الهواء ويفعل في ذلك 70,000 مرة لما تركتك يا أبا عبد الله؟ وين وصلوا أصحاب الحسين بذلك الحب؟ فإنهم رأوا الله بحب الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى في آخر أيام حياته يعترف بذاك الحب. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إلهي عظيم الجبروت، متعالي المكان عظيم الجبروت، وهو ممدد على رمضاء كربلاء يدعو بهذا الدعاء، إلهي متعالي المكان عظيم الجبروت عريض الكبرياء، غير غني عن الخلائق، ما لي محبوب سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا هو الله عز وجل. عرفوا حق المعرفة من هو الله، فلنعرف قدر الله، فلنأتي إلى الله بالمحبة إخواني. وهناك شخص يدعى سعيد الحضرمي كان في البصرة، هذا كان في بداية حياته الزوجية، متزوج حديثا يعني، فسمع أن الإمام الحسين محاصر في أراضي كربلاء، فقام صبيحة يوم عرسه وقال لأمه ناوليني لامت حربي وسيفي، قالت لما يا ولدي؟ قال إن الحسين محاصر في أراضي كربلاء. فهذه الأم تعشق الحسين سلام الله عليه، لم تقف في طريق سعيد، قالت قبل أن تخرج عد إلى زوجتك ولاطفها بكلمتين. بعدها حديثة الزواج، يقولون سمعت الزوجة وإذا بها تأتي إلى سعيد تقول سعيد أترملني وتمضي؟ فقال يا أمة الله إني ماض إلى من هو خير مني ومنك ومن أبي وأبيك وأمك وأمي، ماض إلى الحسين بن علي حبيب الحسين. فقالت سعيد لا تمضي ابقى وياي. فقال دعك عني يا أمة الله، وإذا بالأم تجر ولدها، ولدي بأمان الله اذهب إلى نصرة الحسين سلام الله عليه. تقول الرواية جهز نفسه جهز الفرس
ثم صعد على ظهر الفرس مشى قليلا، الأم خلفه تنادي ولدي. التفت سعيد، ما الخبر يا أمه؟ حنيتي يا أمه؟ قالت لا نسيت يا ولدي. شنو نسيتي؟ انزل قليلا. نزل سعيد فصارت تقبل يديه، تشمه، تقبل رأسه، تقول إذا وصلت إلى الحسين اقرأه عني السلام، اقرئه عني السلام، وقبل يده وقبل جبينه، وقل له إن أم الزهراء ترتجي شفاعة أمك فاطمة، إن أمي ترتجي شفاعة أمك الزهراء فاطمة. قال أمه لأنعمنك عينا. ثم مضى إلى أن وصل يوم عاشوراء، وإذا بالجثث متناسرة والرؤوس مقطعة، ورأى العلم منكوث والكفين مقطوعتين، فعلم أن العباس قد قتيل. يلا شباب الليلة الجاية أبو فاضل وياكم، الليلة الجاية ظهر الحسين ينكسر على العباس. يقولون وإذا رأى جيوش خاف أن يصطادوه، فأتى من خلف المخيمات النسائية، فرأى أن المخيمات كلها فارغة خالية، فصاح السلام عليكم يا بنات رسول الله، السلام عليكم يا بنات الوايا حي. يقولون وإذا بصوت ضعيف ينادي وعليك السلام، من المسلم علينا في يوم قل فيه ناظرنا؟ قال أنا سعيد، أتيت من البصرة لنظرة سيد الحسين. ومن أنت يا أمة الله؟ قالت أنا العقيلة زينب أخت الحسين. تقول لأن اللي شفت نارين، لكن نار أشد من نار، نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار. صحتان اللي شفيت صدرين، واحد صوب المسمار يا زهراء، واحد كربلة خبرك، شلون الخيل ردنا؟ يا زينب، يا زينب، يا زينب، ساعدني مولاي. يا زينب، يا زينب. ثم مضى سعيد إلى أبي عبد الله، فلما وصل إليه نادى السلام عليك يا أبا عبد الله. قبل يده، قبل جبينه، فلما رد الحسين عليه السلام قال سعيد ماذا أوصتك أمك؟ يعلم الحسين بماذا أوصتك أمك الطاهرة؟ يقول قالت لي أمي أن تهمل العين يا وليدي حين توصل حسين، بلغ سلامي وسلم على الخواتيم وقبل قدام وليدين. قال له إن أمك في الجنة إن شاء الله. يا
عظم الله أجوركم. فتقدم سعيد ثم صار يقاتل بين يدي الحسين وحيدا فريدا إلى أن قتلوه وجدلوه. فأسرع الحسين إليه حمله بين يديه ونادى جزاك الله خير الجزاء يا سعيد. يلا سعيد ما عنده أحد يبكي وياها، ما عنده أحد يبكي عليه، الحسين يبكي عليه ويا النساء. ثم أدخله في خيمة الشهداء، والله قعد عند الشهيد حسين يودعه، قل له سعيد قعد حبيبك قوم وده. قام وغمض عيونه وودعا ورجع للمخيم ودموعه جرية. هذا حال سعيد يا شباب، لكن يلا هنا يبدأ المصاب. هناك واحد ينتظره الحسين هذه الليلة، يقولون ليلة العاشر الحسين يوزع الرايات، فبقيت راية واحدة، فكل واحد ينادي أنا لها أبا عبد الله. والحسين يلتفت يمينا شمالا يقول إن لهذه الراية صاحب. وبينما هو كذلك وإذا بحبيب ابن مظاهر الأسد قد أقبل، فقال الحسين ولدي علي عباس أخي استقبلا صاحب الراية قد أتى عمكم حبيب. أسرع علي الأكبر إلى عمته زينب وأخبرها بقدوم حبيب. تقول الرواية لما سمعت زينب استبشرت وقالت ولدي علي أقرئ حبيب عني السلام. يقول الراوي وبين حبيب بينما حبيب يسلم على الحسين إذا بعلي الأكبر ينادي عمنا حبيب إن عمتي زينب تقرأك السلام. لما سمع بذكر زينب سقط على الأرض ثم صار يلثم التراب على رأسه وينادي آه لوجدك يا زينب. يقول الراوي فاستأذن من أبي عبد الله قال دعني أسلم على فخر المخدرات يا أبا عبد الله. أذن له الحسين يقولون وقف على باب الخيمة ودموعه تجري على خديه ونادى بضعيف الصوت السلام عليك يا فخر المخدرات، السلام عليك يا عقيلة الطالبيين، السلام عليك يا بنت رسول الله. وإذا بالصوت وعليكم السلام عمنا حبيب. قل منه أنا وزينب تسلم علي. منه أنا والعقيلة الهاشمية، منه أنا زينب تسلم عليا، زينب هنا ما أصدق والله عجيبة، زينب هنا ودني الأكبر إليها،
زينب هنا الله اش عظم هاي الوصيبة. آهل لك يا زينب يوم تحملين على ظهر بعير ضالع يصاق بك البلدان من بلد إلى بلد وكأني برأسي معلق على لبان الفرس تضربها بركبتي. فقالت زينب صدقت يا حبيب لقد أخبرني ابن والدي. يقول الراوي ثم تسلم الراية وأتى يوم العاشر من محرم عظم الله أجوركم. يلا تهيأوا بالدمعة وصار الواحد يبرز تلو الآخر من أصحاب الحسين إلى أن صار وقت صلاة الظهر. صلى الحسين بأصحابه فقال الحسين بن نمير عليه اللعنة صل يا حسين فإنها لن تنفعك. فغضب حبيب وقال سيدي يا أبا عبد الله إذن لي بالقتال بين يديك فلقد وددت الصلاة في الجنة مع جدك محمد. ثم قال أولا تقبل صلاة ابن بنت النبي وتقبل صلاتك يا هذا. فشد عليه حبيب ونزل إلى الميدان عظم الله لكم الأجر إلى أن ذكرهم بحملات أمير المؤمنين وبصولات رسول الله في حرب بدر وحنين. الله أكبر. يقولون قد قتل مقتلة عظيمة فرش الأرض بالقتلة جاءته السهام تترى فجاءه لعين وغافله ثم غرز خنجرا في صدره الشريف. أي رحم الله من نادى وحسينا أيوة سيدا أيوة سيدا. ولما اشتد الظمأ والتعب بحبيب الله أكبر الله أكبر. تقول الرواية أتاه لعين من خلفه رفع السيف عاليا يا الله. فلما تمكن من حبيب هوى بالسيف على رأسه شق هامته فوقع يخور حبيب بدمه وهو ينادي يا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. أزرع الحسين إليه. يقول لما وصل رآه مخضب بالدماء فنادى حبيب حبيب أنت إلى الحسين حبيبا وإن لم يكن نسب فأنت نسيب. حتى صاروا يتهافتون الواحد تلو الآخر. يقول الراوي وإذا بساعة منجلت الغبرة وإلا أصحاب الحسين مجزرين كالإضاحي. وقفا بينهم ينادي يا أهل الوفا يا فرسان الهيجان
ما لأناديكم فلا تجيبون، أو أدعوكم فلا تسمعون، أنتم نيام قوموا من نومتكم يا كروم. الله أكبر. سيدي أبا عبد الله، كأن الأجساد تلبي، كأن الأجساد اضطربت سيدي، كأني بهم يقولون مانع فاك لا وحاك ضل عزك يا مانع فاك نقسم بدمنا والغاضري يقولون زار يمضي بينهم ينظر إلى زهير إلى حبيب إلى برير إلى جون فنادى حبيبي حبيب زهير برير إلى أن وقعت عينيه على ولده علي الأكبر فنادى ولدي علي بني قاسم لكن بعد وين وين مولاي المشهد الذي قطع قلب الحسين فنظر إلى العباس نادى أخي عباس شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة عايف الخيم يا ابو فاضل ونايم على الثرى قوم شوف زينب بالحرم متمرمرة تدري اللي يفقد عضيدة تنكسر حالته بعد والله بس نظر الأكبر علي عاين وصالم قاطع نسى الجاسم والعضيض اللي بجنب المشرع وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعة وجذب حسرة على الولد والحزين ذوب مهجته هوى وما بين الحزة وريدة وبين الوقع راسة وبين الطارت ايدة وبين المشبحي برمية شديدة والله وبين الصار لن الشاب مقوار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت النبي المصطفى أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله. نذكر الإخوة والأخوات غدا في ليلة أبي الفضل العباس، نسأل الله بحق أبي الفضل أن يقضي حوائجنا إن شاء الله. غدا نردد سويا ومعا يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف كربتنا بحق أخيك الحسين. لذلك اللي عند حاجة الأهل يجيبوا أولادهم بكرة غدا إن شاء الله بحق أبي الفضل العباس يقضي حوائجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وتوجهت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم شافي كل مريض يا الله، وعافي كل جريح يا الله. اللهم فك أسر كل أسير يا الله،
رد غربة كل غريب لا سيما رد غربة سماحة السيد موسى الصدري ورفيقيه يا الله. اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وإلى روح الحاج أبو شاكر آصي والحاج أم غازي نجدي والحاج بلال حيدر قبوط وأرحامه وإلى أرحام محمد وعلي طنانة أموات الحاضرين أمواتنا المنسيين من مات على الإيمان والولاية رحم